طبعا شباب رجعنا لكم مشان القياس. هي طبعا المتر محطوط على المتر واحد، هاي المتر كامل تمام، هاي القرص. طبعا اول شي راح ناخد عملة صغيرة جدا جدا ورقيقة نحاس، طبعا هذا بياخذ حساسية الهاتف اللي هلق القرص مثل ما انا شايفين. هاي راح نقيس لهون، اخذها على 34 سنتي، يعني 30 لل 35. هاي العملة هاي الصغيرة. هلق بناخد هدف كبير شوي مثل هذا الهاتف مثل ما انا شايفين، ليكو قد نص الكف الايد. بسم الله. تنسيمة طبعا الاربع مفاتيح جي ماكس مشهور بالتنسيمة اللي عنده، كل ما بعد الهدف بصير بيعطي تنسيمة. هيك واضح، لنشوف هيك شقد سحب الهدف. طبعا 60 لل 65 سنتي كهذا هدف. هلق رح ناخد كمان هدف اكبر مثل هذا، في بعض الواحد وقت بيحفر بيطلع معه صحون او كذا، او هدف جرة كبيرة، يعني بده يكون مثل هيك الهدف. لنشوف شقد بده يسحبه. ها مثل هيك، بسم الله. تمام شباب، هيك عم يسحبوا نظامي، شايفين شباب على المتر مثل هيك هدف على المتر، واحتمال يعني يسحبوا اكتر، عم يعطي تنسيمة اكتر من المتر، بس نقول على المتر عم يعطي هدف نظامي. الله يرزق الجميع وان شاء الله يكون الشرح عجب الجميع. وطبعا هذا الجهاز شغلناه، وهي هلق رح نطفيه مثل ما انا شايفين، ما بقي ياخذ لانه طفيناه. الله يرزق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.